فمنذ 20 عاما بدأت العربية انطلاقتها الأولى، وعلى مدار هذه السنوات شهدت تطورات متلاحقة في تقديم المحتوى والشكل، أرست من خلالها مفاهيم وأساليب جديدة للإعلام العربي، ليست فقط في قطاع الأخبار السياسية بل في مجال الإعلام المتخصص، مجال الإعلام الاقتصادي، وهو ما استدعى إعادة إطلاق محتوى ما يقدمه قسم الاقتصاد في قناة العربية، وتحديدا خلال عام 2005. البداية كانت مع الأسواق العربية بفريقها المتخصص بخبرة صحفية وإعلامية واقتصادية ومالية، والذي واكب أهم وأبرز الأخبار والأحداث والمتغيرات التي حركت جوانب الاقتصاد وقادت مختلف قطاعات المال والأعمال. محليا في منطقة الخليج وفي مقدمتها السوق السعودية الأكبر من حيث القيمة السوقية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعربيا وعالميا على مدار السنوات الماضية وحتى الآن. مشاهدينا، 2006 كان العام الأكثر تقلبا لأسواق المنطقة، خاصة لسوق السعودية، بدءا من القمة التي بلغها في التاسي في 25 فبراير فوق مستوى 20,600 نقطة، ثم التقلبات الشديدة في صباح 26 فبراير، وما تبعها من تغييرات وقرارات غيرت توجهات السوق المالية. بالطبع كان لنشرات قسم الاقتصاد في العربية الحضور والتواجد الأكثر بين أوساط المستثمرين والمهتمين بأسواق المال من السعوديين لمتابعة حزم التغييرات التي أعقبت هبوط سوق الأسهم والذي غير ثراء المستثمرين بالسعودية بشكل كامل. هذه مستويات قياسية جديدة نراها على سوق الأسهم السعودية، ويبدو أننا نقترب جدا من حاجز 21,000 نقطة اليوم، ارتفاع ب 304 نقاط أو ما يعادل 1.5% على مؤشر سوق الأسهم السعودية الذي يقف الآن عند 20,928 نقطة. اليوم سوق الأسهم السعودية تسجل تراجعات حادة، يبدو أنه عند الإغلاق مؤشر السوق يخسر أكثر من 3%، عدد كبير من الشركات تغلق على انخفاض بالحد الأقصى المسموح به. قيمة التداول لم تتجاوز 7 مليار، بينما تعودنا أنها تتجاوز 45 مليار أو تقريبا 40 مليار خلال الفترة الماضية. هذا يدلك على أن هناك عدم قناعة كثيرة في قضية المضاربة، وبالتالي اتضحت المسألة أنه من الغير المنطقي هذه الأسعار لكثير من الشركات، وبالتالي الجميع يرغب بالتخلص من هذه الشركات. عالميا كان الزلزال الذي ضرب القطاع المالي والمصرفي الأمريكي بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر 2008، وهو كان بمثابة إشارة انطلاق أسوأ أزمة اقتصادية مالية منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. كان هذا الإفلاس الأشهر في تاريخ الأمريكي، وبدأ العالم يعاني من تبعات أزمة الرهن العقاري. كان يوما صعبا في وول ستريت، حيث فقد مؤشر الداو 500 نقطة في أقوى تراجع منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. لحقت بهذه الخسائر الحادة بقيمة مؤشرات المال العالمية وأيضا المحلية آنذاك. ولعل من أبرز المشاهد التي ظلت عالقة في أذهان العالم هي مغادرة المصرفيين لمقر البنك في ذلك اليوم. أوقات صعبة تعيشها الأسواق العالمية والعربية اليوم بعد أن استيقظ عالم الأعمال على نبأ تقدم بنك الاستثمار العالمي ليمان براذرز بطلب إعلان إفلاسه، ما يعرض النظام المالي الأمريكي لأزمة لا مثيل لها. ٧,341 نقطة هو مستوى المؤشر السعودي في هذه اللحظات، يسجل انخفاض بأكثر من 5%. البيع صباحا كان من أجانب، بانيك سيلينج، والشراء أيضا كان من أجانب. البعض يقول تغطية مراكز مكشوفة، والبعض يقول أنه فرص، هناك فرص في السوق، ولكن وجهة النظر ترجح الأولى.
أسواق الطاقة كان لها نصيب وافر من تصدر عناوين الأسواق العربية، وتحديدا في 11 من يوليو 2008 عندما سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة ال 147 دولار للبرميل، وذلك بسبب عوامل عدة منها التوترات الجيوسياسية الممتدة من إيران إلى نيجيريا آنذاك. نتابع. نايمكس سجل يوم أمس 147 دولار فاصل 27 سنت العادة عند الإغلاق ليغلق عن 144 دولار و 41 سنت، بينما برنت قفز خلال جلسة التعاملات إلى 147 دولار ونصف وأنهى التداولات عن 144 دولار ونصف. يعني بضوء الأجواء الحالية أصبح كل شيء ممكن. 150 دولار لم يصبح شيء بعيد المنال، اقتربنا منه كثيرا، وبالتالي أنا لا أستبعد أن نسمع من بعض المراقبين عن سقوف جديدة كأن يصل إلى 170 دولار أو 200 دولار. منذ نحو 12 عاما وتحديدا في يناير 2011 شهدت الاقتصاد المصري أحد أبرز التغييرات التي تمتد أثرها حتى اليوم ضمن أحداث الربيع العربي آنذاك، وكردة فعل مباشر للأحداث التي بدأت شرارتها في 25 من يناير شهدت البورصة المصرية هبوطا عنيفا تبعه إيقاف التداولات ل 38 جلسة وإصدار تعديلات لقوانين سوق المال وحدود التداول، لتتسارع الأحداث بعد ذلك بتعويم الجنيه المصري في 2016 بقرار المركزي المصري برئاسة طارق عامر آنذاك ليتجاوز السعر الرسمي حينها 20 جنيه، ولاحق بذلك رفع متوالي لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم الذي قفز فوق 30%، ثم اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ثم تعويم ثان وثالث كما حدث مؤخرا في يناير الماضي، لتتجاوز العملة المصرية حاليا مستوى 30 جنيه مقابل الدولار وسط قفزات سعرية غير مسبوقة لأسعار السلع. تراجعات حادة في مطلع التداولات نراها على البورصة المصرية، 3.2% من الخسائر على مؤشر EGX 30، خسائر جدا إذا قوية على مؤشر السوق في أول دقائق من التداولات. EGX 70 3.6% من التراجع، وEGX 100 3.4% من الخسائر. خسائر فادحة مستمرة لليوم الثاني في البورصة المصرية، لا يسلم أي سهم من هذه التراجعات، وأيضا الجنيه المصري بدوره يسجل اليوم الثاني تراجعات في السوق. نلقي نظرة عليه، هو يسجل إذن أدنى مستوياته أو يصل عند أدنى مستوياته في 6 أعوام. هذا دولار يسجل ارتفاع ب 0.3% على الجنيه المصري. أوروبا أيضا مرت بأصعب مواقفها منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي، ومع إعلان تصويت لخروج البريكزيت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 من يونيو 2016، يوما أيضا لن ننساه بقسم الأسواق العربية. التغطية الخاصة بفعل الحدث بالفعل هي سابقة تاريخية بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بحوالي 52% مقابل 48% لصالح البقاء، لتخرج بريطانيا بعد أن ظلت لمدة 43 عاما تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. تداعيات الهزة الاقتصادية عقب التصويت بالخروج من الاتحاد طالت على المستوى السياسي رئيس الوزراء البريطاني الذي أعلن استقالته. الأسماء المطروحة لخلافة كاميرون في منصبه، طبعا بداية هناك بوريس جونسون وهو طبعا عمدة لندن السابق، وهو ربما من أبرز الشخصيات التي أيدت تخرج بريطانيا. خسائر فادحة سجلناها اليوم صباح اليوم على أسواق الأسهم العالمية، على السلع، على الاسترليني، اليورو، وكلها سجلت تراجعات قوية. مقابل ذلك رأينا ارتفاعات قوية على الملاذات الآمنة مثل الين والذهب وكذلك الدولار.
والسنوات الثلاث الأخيرة كانت ذات نوع فريد وغريب من الأحداث وربما غير مسبوق، تفشي كوفيد-19 أو فيروس كورونا. الأسواق العربية تابعت أول بأول ردة فعل الجانب الاقتصادي لنواحي الحياة في ظل تفشي كورونا والإغلاقات التي طوقت العالم بأسره لتصبح الأكثر تأثيراً في أعمال وأداء الشركات والمستثمرين وأسواق المال والأعمال. المستثمرون يهربون من الأسهم إلى الدولار والذهب مع اتساع رقعة تفشي الكورونا. فالأسواق الآسيوية اكتست باللون الأحمر مع اكتشاف حالات جديدة على نطاق واسع. بورصة سيول تكبدت خسائر لامست 4% وهي الأسوأ منذ عامين تقريباً، حيث رفعت كوريا الجنوبية مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى. الأسواق الأوروبية هي الأخرى بدأت تداولات الأسبوع على تراجعات حادة، فقد تراجع مؤشر القارة الأوروبية المركب بأكثر من 3%، وذلك بعد إغلاق بلدات إيطالية نتيجة تفشي الفيروس، في حين تراجعت أسواق كل من فرنسا وألمانيا بنسبة تجاوزت 3%. لم يكن مؤشر فوتس البريطاني أفضل حالاً، بل تراجع أيضاً ب 2.7% على الافتتاح. مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات وأيضاً الإصابات، أسعار النفط تسجل تراجعات حادة وتعمق من هذه الخسائر. الآن برنت يخسر حوالي 4%، نايمكس يتراجع بحدود 4% أيضاً. نحن نتحدث الآن عن حالة من الهلع ما بين المستثمرين، حالة لتراجع لأخذ المخاطر. ومنذ نحو عام استيقظ العالم على خبر اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، لتطال الحرب كل مدينة وكل قرية في أوروبا بأسعار ملتهبة لفواتير الغاز والوقود، لتواجه أوروبا أعلى تضخم لأسعار المستهلكين في 40 عاما. تراجع أسعار النفط بعد استبعاد الإمدادات من الموجة الأولى للعقوبات على روسيا مقابل ارتفاعات في أسواق الأسهم. لكن الملفت في كل هذه العقوبات أنها لم تشمل شخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم تشمل تعليق روسيا من نظام تحويل الأموال سويفت. لا أظن أن القرار رح يكون فصل تام للقطاع المصرفي الروسي، يعني قيود تارجتت لحتى يقدروا يأذوا النظام الروسي بدون ما يأذوا الانترناشنال تريد، التجارة الدولية، ويقدروا ياخذوا من روسيا يشتروا غاز ونفط وقمح. لكنها قدمت إعفاءات واسعة لمدفوعات مشتريات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود، إضافة إلى واردات الأغذية كالحبوب. قرار بي بي يوم أمس بالتخرج من حصتها البالغة 20% من حصة أو من شركة روسنفت، بالطبع هي أكبر شركة. وكل عام والعربية بألف خير. 20 عام هذه فقط البداية، والمزيد من النجاح نرتقبه ونستعد إليه في هذه القناة الإخبارية اللي نعتبرها جامعة للصحافة أيضاً.